ورجعنا لحضراتكم تاني ولسه مكملين معاكم حلقتنا النهارده. وكعادتنا في يحكى أن بنحب دايما نتكلم عن شخصيه ادبيه حققت نجاحات كبيره جدا ونسلط عليها الضوء. الحقيقه ان الشخصيه الادبيه بتاعتنا النهارده هو كاتب شاب لكنه تالق وموهوب جدا جدا، وقدر ان هو يحفر اسمه في عالم الادب وفي عالم الكتب. الحقيقه انه كتبه حققت مبيعات كبيره جدا، حققت نجاحات كبيره جدا لدرجه ان منها او معظمها اتحول لاعمال دراميه وكمان أعمال سينمائية، زي مثلا تراب الماس، زي مثلا الفيل الأزرق. والحقيقة أنه كان عنده رواية دي كانت ضمن القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية عام 2014، ورواية 1919 وأرض الإله وغيرهم من الروايات. تعالوا نشوف مع بعض كده تقرير عن الكاتب المتميز جدا والمنفرد بكتاباته المختلفة أحمد مراد، ونرجع نكمل حلقتنا. أراد الاختلاف فمهد لنفسه طريقاً مرسوماً ببصمته الخاصة. هو صاحب المواهب المتعددة والوجوه المختلفة بين التصوير والتصميم وكتابة الرواية والسيناريو. هو أديب البيست سيلر أحمد مراد. تمكن أحمد مراد بموهبته المتفردة وقلمه المثير للجدل أن تتربع رواياته على عرش قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في سنوات معدودة، وحيث بدأت رحلته مع الشهرة مع روايته الأولى فيرتيجو التي ترجمت لعدة لغات وتم تحويلها إلى مسلسل تلفزيوني يحمل نفس الاسم. عارف الفرح فين؟ في الكامبينسكي، فأنا هعدي على حسام وأميرة بعدها. إيه 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 إيه؟ حسام وأميرة؟ آه. اشمعنى؟ ايه اللي اشمعنى؟ صحابي. صحابك. عقب نجاح فيرتيجو ابحر مراد في عالم الروايه ليقدم روايته الثانيه تراب الماس، والتي وجدت هي الاخرى مكانها في السينما، ولكن بعد سنوات. حان وقت ثعبان اكثر قذاره لاول مره اراه رؤى العين، لكن قصته تستحق ان تدفن في متون الجحيم، تحفظها عيني قبل أن أنام وأسعد بها حين أستيقظ كل يوم. ثم توالت إبداعات مراد لينشر سبع روايات أشهرها الفيل الأزرق، والتي قدمت على شاشة السينما في الفيلم الشهير الذي جسد بطولته كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيلي كريم، وأخرجه مروان حامد. حضري لي تعريف فريدة هكتبه بنفسي. حاضر. لم يتنازل مراد عن تحقيق الصدارة في شباك التذاكر عندما دخل عالم كتابة السيناريو، فحقق فيلمه كيرا والجن المأخوذ عن روايته 1919 أعلى الإيرادات في شباك التذاكر. حصد أحمد مراد عدة جوائز أشهرها جائزة البحر الأحمر المتوسط للثقافة عن روايته الأولى فيرتيجو، وجائزة الدولة للتفوق في مجال الآداب، ليحفر اسمه بين نجوم الرواية والأدب في مصر والوطن العربي.